كانوا ثلاثة، اتنين خطفوني واحد هو اللي اغتصب. دي كانت حفلة بقى. يا بنتي المحظوظة، ولما هما كانوا تلاتة وواحد بس اللي اغتصبت، ما قلتيش للاتنين التانيين ليه؟ انك عندك اختين. بعيدوا عني بقى، انا مش طايقاكوا. انتي على فكرة انانية، لو كنت بعدش الاتنين التانيين كنا شملنا الحمل من عليكي واستفدنا وعشنا اللحظة زيك.